أكثر من 15 مقاتل، هو قاعد يجمعهم بصورة سرية. 15,000 وعندهم عتاد أكثر من 2,000 عربية تاتشر في ليبيا بسلاحها وعتادها المفروض تجي خشة. ودول ناس الاستخبارات ما يضربوا بهم الدعم السريع. وحسب آخر تنوير تم بتاع إحاطة قدموا الدعم السريع لجنوده كان بالقصة دي. وآخر تقرير قدم بتاع الاستخبارات كان بيتكلم عن القصة دي. إنه الآن مسهلان عنده أكثر من 15,000 مقاتل هناك. ده السبب اللي خلى الان الدعم السريع العربات اللي انت شايفينها دي لا جايه اعتصام ولا حاجه، ده الناس جايين عديل كده، وناس جايبينه، في ناس جايبينه من النيل الازرق، في ناس جايبينه من دارفور، في ناس جايبينه من كردفان، في ناس جايبينه من الشمال، في ناس جايبينه من الوسط، كله بالقانون، كله بالقانون، ما في حاجه ساكت. ودين جايين وفقا لعلم المؤسسه العسكريه الان دخلوا معسكرات، في معسكر فيه 10,000، في معسكر فيه 15,000، في معسكر فيه 4,000، ده كل ما في الامر. لا في مشكله بين الجيش ولا في مشكله بين الدعم السريع، الناس دي عسل على السمين، لكن في ناس يا منافق هنا في المحل ده عندك الزعم يا جماعه. قال لك الناس دي جو بعلم الاستخبارات، والاستخبارات ده منو؟ وتقول لي قال ما عندهم مشكله مع الجيش، بالله يا ربي ده بقى دول منافق. ربي طبعا قبل اليوم وقت اختلفهم في القلوب هاوس مع جزء الصعاليك، جزء من الصعاليك من الشمال المجدوئين هنا في امريكا وفي اوروبا، فيختلف معهم وقال لهم ندرجكم بسلاح الدعم السريع، عشان كده يقول لك لا لا قال مع الجيش ما عندهم مشكله. طيب الاستخبارات ده منه؟ ما عندهم مشكله مع الجيش هاي، والمجيش موسى هلال ذاته منه؟ نشوف مجيش منه ذاته، نجيب هنا موسى هلال ذاته، نشوف المجيش منه. امسك 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 الليب ده، المجيش منه؟ عند موسى هلال تقول لي ما عنده، منو المجيش؟ كشف موسى هلال المجيش منه؟ كشف لموسى هلال منو المجيشو؟ كشف هذا موسى هلال قاعد مع منو؟ لا قاعد مع حبوبتي؟ كشف كشف الليب ده، كشف وين؟ بمناسبة شهر رمضان الكريم، شوف المجيش موسى هلال منو؟ الوداك هنا شوف، يعني كشف، نكرر تاني، كشف الليب ده، كيف الليب ده غلاد يا صاحبي؟ الله يبدو كبار جدا يا زهر. ها؟ وجيش الجيش يا عمك، يا الجيش الجيش. وده كلام طيب؟ أنا ما ضد الفكرة، كونه الجيش يدي سلاح لموسى هلال ده كلام حلو، يدوب له 200 سكر كلهم في نهرهم. لكن قسما بالله أي ذول دارفور أو من جبال النوبة نحن له بالمرصاد، لا يمكن يدخلوك في الدعم السريع عشان بعدين انت يدخلوكم في الدعم السريع يجندوكم يضربوكم بقروش. وموسى هلال كمان يجيب ناس من هناك وحميتي يجيب بجاي يلموكم انتوا النفرين يدرشوكم وهم يطلعوا زي الشعر من العجينه ويرجعوا يعملوا كام باك واولاد امام ويتحاضروا زي ما موسى هلال سجن زي ما حميتي سجن لموسى هلال وفي النهايه طلعوا يتحاضنوا كده يا ولد عمي ومعليش انا اسف وموضوع انتهى. دايركتوركم انتوا دايركم منو؟ البلد بلدكم، دايركم منو؟ انتوا جدودكم ادوا الناس دي الاراضي، دايرين يطردوكم كلكم يكشوكم زي امريكا كتلت الهنود الهمر جابت الافارقه استعبدتهم وحس الناس الحاكمين في امريكا البيض. مش نفس الليب؟ انتم صحصحين واي زول دارفوري ولا نوباوي مشيت اتجندت مع الغجر ده احنا ذاته اول حاجه بنفضحك بنجيب صورك، ده واحد. اثنين نتمنى موتك الليله قبال بكره لانه انت زول وسخ وما بتمثلنا. شفت اللي ده كيف؟ تقول لي قال ربي قال انت شنو؟ قلت ما عندهم مع الجيش مشكله؟ قاعد نجيب نكرر كلام الربي ده. كشف الان مسهلات حسب المعلومه الامنيه اللي عندي انه الان بيجمع في اكثر من 15 مقاتل في جنوب دارفور. أكثر من 15 مقاتل، هو قاعد يجمعهم بصورة سرية. وعندهم عتاد أكثر من 2,000 عربية تاتشر في ليبيا بسلاحها وعتادها المفروض تجي خشة. ودير ناس الاستخبارات ما يضربوا بهم الدعم السريع. ناس الاستخبارات دير يضربوا بهم ناس الدعم السريع. يا جماعة ناس الاستخبارات ده برا من الجيش؟ هو في استخبارات برا من القوات المسلحة؟ استخبارات ده شنو يا جماعة؟ يمكن ربما أنا ما أعرف يا جماعة، فسروا لي يا جماعة. يا أمير يا جيش يا كبر اكتبوا لي يا جماعة. استخبارات شنو والجيش شنو؟ دارك هم انا بالغلط. حسب اخر تنوير تم بتاع احاطه قدم الدعم السريع لجنوده كان بالقصه دي. واخر تقرير قدم بتاع السفارات كان بيتكلم عن القصه دي انه الان موسى هلال عنده اكثر من 15,000 مقاتل هناك.
ده السبب اللي خلى الان الدعم السريع العربات اللي انت شايفينها دي لا جاي اعتصام ولا حاجه. طيب نمشي قدام شويه. برضه الاجهزه بتاعت المخابرات اللي كانت في الخرطوم عارفه كل شيء، والدعم السريع برضه عارف كل شيء، عشان انتوا تكونوا عارفين، عشان الناس دي ما يقودوكم، عشان ما يقودوكم للصراع. انا الكلام ده سمعته زمان. لا لا لازم يصاروا، لازم يصاروا، كيدهم في نهرهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. وعشان انا ده اكد لك انه جزء من ابناء الشمال السفله، لكن مش الناس الطيبين المسلح، وزي ناسنا هناك، انا برضه في دارفور ما عندنا ناس سفله وسخين واداره اهليه، وزي ما شفتوا كلام الزول الاربع مكالمات صوتيه ولا ثلاثه، فديلك برضه نحن عندنا وسخين زي ده في الشمال، برضه في وسخين، وهو ده التجيش الثاني. عشان انا اديك من بيتر كلامي، كشف التجيش ده منو المجيش ده موسى هلال؟ ها؟ يعني ممكن جدا ان الناس يتلافوا على شوف اسمع الموت اللي حصل في كريري، يعني كان ممكن جدا ان الناس يتلافوا على انه قبل ما تحصل هذه المشاكل منذ الحادث الاول الذي راح ضغيته نفرين ثم بعد 10. انا مفتكر كان الناس يعني يلحقوا المساله قبل وقع الاحداث الاخيره، ولكن في قصور، وهذا القصور طيب أنا منو جاب لي موسى هلال في الدول الحق يتكلم في قناة الجزيرة وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية؟ ده منو المكان لما نجي يتكلم في موضوع بتاع كرينك ونسه أباد الناس إبادة، وده يجي يتكلم في ناس كرينك إنه والله وفي قصور وما مفروض كان يحصل زي ده وبتاع، ده يفنش الدعم السريع عشان هو يقول. طبعا يا جماعة حميدتي بقى عالة بقعال على الكيزان، والكيزان كشفوا كده يا زول، شافوا الموضوع ده ما ينفع، اول نسحب نجيب حليفنا القديم، نرجع حرس الحدود، نجيب حليفنا القديم موسى هلال ونطرد لحميدتي، لانه موسى هلال زعلان من حميدتي شويه وداروا طرده، والحال في حال والدوامه في محله، فده ما علينا نحن. الدور الجاي ده بيكون اكعب من ذاك، ما زي زمان ذاك، هاي الموضوع ذاك مفروغ منه. في ناس كثير جدا كثير خالص اتكلموا، انا داير طبعا اجيب المؤتمر الصحفي بعد ذاك، ارجع لحميدتي قبل اليوم لما نتكلم لموسى هلال، اتكلم ضد موسى هلال، وقال يا اخي هو ذات وضح، قال موسى هلال ده زول مجرم وانتحك حق المواطنين. فيديوهات قديمه نكررها بس عشان نثبت الكلام ده، عشان ما في زول يفرفر، انه الناس بتنسى ذاكرتها ذاكره سمكيه. قال نحن الزول ده مجرم، والعرب الموجودين في دارفور بواسطة موسى هلال بيجروا الناس بالنص. في ناس نكروا الكلام ده، كان طبعا صح؟ صالح بتاعت عبد الواحد كان نكروا الكلام ده، قالوا ما في زول قاعد يزرع بالنص. نجيب لك هيميتي ذاته فيديو مباشر قال الكلام ده. قال موسى هلال وأهله بيجروا الناس بالنص. فيديو قديم لكن قايل. أنت تنكروا برضه؟ تكتب؟ قال لك ان احنا قاعدين في ولايه فيكتوريا الفورس، احنا قاعدين في المستنقع يا اخويا. العالم ده اصبح غرفه صغيره يا بابا، ما في زرطه طول زي ده بنجيبها. هسه مش عارف الجروبات دي كلها في يدي دايره، وقت ما دايره بوقت مزاجي حكم بفكها انت موضوع بيت تمشي دغري. الناس اللي بيمشوا دغريين دي حاسس ان احنا عندنا مشكله ايه الحبايبنا اللزم، وما عندنا ما ماشي البرنامج بتاع الدوله ده، 1 2 3 في كورتوكورتو جاء، الكورتوكورتو ده بيختلف من الكورتوكورتو بتاع الزمان ده، دك نظافه زي النظافه، حريه سلام وعداله، ضرب من طرف تتلفت تلقى رقبتك ما في، تتلفت اضنينك بفرفر، تتلفت انت تمشي عبكرنكي، دك ضخم نظافه زي روانه. بعد ذاك الامور بتظبط، لو كحلوك بشطه قال لك اختلس شفت يورو واحد ولا دولار ما بتختلس، لو قال لك اتكلم عن العنصريه ما بتلقى عنصري ثاني، يعني موضوع منتهي. السنغالي والمالي والجزائري والمغربي والتونسي عايشين في 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 فرنسا وامريكا وبتاع، ما في زول بيجيل ادبه على الثاني، قطي ناشف هنا. موضوع مفروغ منه. ما في ثاني. ما في مليشة بتحكم دوله، وما في كيان بيحكم دوله، وما في قبيله بتحكم دوله. قدر ما انت تتسلط ها موضوعك انتهى.
يجيب موسى هلال بجاي يدقوا بهميتي يرجي لهميتي حميتي وموسى هلال يجيشهم ضد الحركات المسلحه الحركات المسلحه يرجوهم بجاي يجيشهم بجاي وديما يعمل اتفاق اطاري بجاي ينطوا من الاتفاق الاطاري يجي يورجوا بجاي يودوا يعملوا مصفوفه من جديد للحركات المسلحه. انت عارف نديكم المؤتمر الصحفي بتاع ناس مين ياركم من نابو الزول ده شفت تعرفوا الزول لما يسكر ب ب ب ب ب ارجي يكسر الارجي والبيره والانشه والداغوستا والشري والكونياك بحصل له شنو؟ يعني يقعد يلف كده في حول نفسه لو نايم ذاته يثبت السرير كده تقول له مالك بقول لك السرير ده لا في بي صح؟ لقيته سكراني زي ده صح؟ ها؟ بيكون هو راكب في السرير وماسك السرير مالك بقول له السرير ده طاير بي انتوا ما شايفينه يا ناس.